والله يا اجمل حكايه. هذه النسخه للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظه. يا فاطمه والله هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. لا خذها اللي يديها والمواعد تحتريها، بالمحبة يحتويها والغرامة تحتفايا. لا خذها اللي يديها والمواعد تحتريها، بالمحبة يحتويها والغرامة به كفاية. طيبي فاطمة في المعاني والحكا أول وثاني، يشهدوا قاصي وزاني ما بد فيها وشايا. طيبي فاطمة في المعاني والحكا أول وثاني، يشهدوا قاصي وداني ما بد فيها وشايا. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، يا جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع أجمل حكاية. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. شاركوا أحلى الليالي، باركوا أغلى الغوالي، اكتبوا بين الخوالي فاطمة بغضب روايا. شاركوا أحلى الليالي، باركوا أغلى الغوالي، اكتبوا بين الخوالي فاطمة بغضب روايا. زينها المشهود ساحر، فاطمة بنت النفاخر، والأدب أول وآخر بالبداية للنهاية. زينها المشهود ساحر، فاطمة بنت النفاخر، والأدب أول وآخر بالبداية للنهاية. جميع هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع أجمل حكاية. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق محفوظة. لا خذها اللي يبيها والمواعد تحتريها، بالمحبة يحتويها والغرامة بكفاية. لا خذها اللي يبيها والمواعد
حبة يحتويها والغلا ما به كفاية. هذه الرسالة لاستماع فقط جميع الحقوق محفوظة. أول وثاني يشهدوا قاصي وداني ما بت فيها وشايا. هذه الرسالة لاستماع فقط جميع الحقوق محفوظة. أول وثاني يشهدوا قاصي وداني ما بت فيها وشايا. جميع الحقوق يا فاطمة هذه النسخة للاستماع جميع الحقوق محفوظة. هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق محفوظة. يا فاطمة هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق محفوظة.